استعرض السفير المصري في كندا أحمد أبو زيد تجربة مصر الرائدة في مكافحة جريمة الإتجار في البشر أمام البرلمان الكندي، وعقب انتهاء اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع رؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندي. أشار السفير المصري في كندا لأن دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء تعكس إدراك الجانب الكندي للنجاح الكبير الذي حققته مصر في جهود مكافحة الإتجار في البشر وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المشرع الكندي في الاستفادة من تلك التجربة.